ورا كل باب حكاية، وفي كل عقل كل إنسان أكيد فكرة، وبالإرادة نقدر نغير طعم الحياة. مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة بألواننا الطبيعية. من عناوين حلقتنا النهاردة: إيمان أيوب يجب أن يكون للفنان دور للقضاء على الإرهاب. إحنا ضد العنف، الإرهاب لدينا له، إحنا بنرفض كل ده وبنشكب ده تماما. عمرو رمزي: الإرهاب أخطر شيء يواجه مصر وعلينا التصدي له. بعرف أنام بالليل في سريري وأنا مطمن إن في عسكري على الحدود قاعد بيحميني. حنان شوقي: المسرح في مرحلة الإنعاش. مسرح بدون دعاية، مسرح ما يتعملوش دعاية ما فيش مسرح. المخرج محمد هلال: نجحت في إعادة محمد محيي من جديد بشكل جديد ومختلف. حاولنا إن إحنا نقدمها بشكل مختلف لأن محمد كان مختلف، حتى الغنوة نفسها الريتم بتاعها أو المزيكا بتاعتها مختلفة عن الأغاني الإسلامية اللي احنا اعتدنا عليها. هنروح لاستعراض سريع لأهم أنشطة الصحف المصرية والعربية، وهنبدأ بجريدة المصري اليوم وتصريح مهم للفنان الكبير محمد صبحي، منشور تحت عنوان شرف لوزير الثقافة أن يقابلني. أكد الفنان محمد صبحي أن ترشحه لمنصب وزير الثقافة أكثر من 4 مرات، وأنه بيشوف نفسه أهم من الوزير لأن الوزير بيدير قطاعات الوزارة، لكن الفنان مهمته الحقيقية أنه يصنع الثقافة. قال كمان أنه كان متوقع أن الدكتور جابر عصفور يجتمع بالفنانين، لكن للأسف خاب ظنه، وقال أن شرف كبير للوزير أنه يقابل الفنانين. على جانب طبعا آخر، الفنان محمد صبحي الحقيقة انتقد الدراما المصرية وقال أنها قدمت للأسف المرأة في مجتمعنا على أنها عاهرة، بدعم أنه الواقع اللي بنعيشه، ولكن في الحقيقة الواقع ممكن يكون صعب لكن مش بالصورة البشعة اللي شفناها. انتقد كمان مسلسل هيفاء وهبي وقال انه مخرج المسلسل استخدم الكادر المايل في كل الحلقات لدرجة انه وجع رقبة المشاهد، وقال ان الكادر المايل بيستخدم فقط في مشهد معين للتعبير عن حالة معينة ولكن مش في كل حلقات المسلسل. هنروح دلوقتي لجريدة اليوم السابع، ومعانا خبر بيقول تكريم نجوم الفن في المؤتمر الأول لائتلاف شباب ضد العنف. أقيم مؤخرا المؤتمر الأول لائتلاف شباب وفنانين ضد العنف والإرهاب، والحقيقة قامت بتقديم الحفل الفنانة الجميلة لقاء سويدان، وحضر من الفنانين الفنانة إيمان أيوب والفنان إيهاب فهمي والفنان عمرو رمزي وآخرين من الفنانين. والحقيقة وضح المؤتمر أهداف الائتلاف واللي منها مساعدة الداخلية في مواجهة العنف والإرهاب والتعاون مع وزارة الثقافة في نشر الوعي وتصحيح الخطاب الديني بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة، وتنظيم ندوات ولقاءات بين الفنانين والجمهور للقضاء على الإرهاب نهائيا. وفي نهاية المؤتمر تم تكريم بعض الفنانين. كاميرا بالألوان حضرت المؤتمر والتقينا هناك بالفنانة إيمان أيوب وعمرو رمزي، والتقينا بعدد من الفنانين اللي حضروا المؤتمر. تعالوا مع بعض نلتقي بهم في تقريرنا اللي جاي. والله أنا سعيدة جدا إن ده حصل، وإن بيبقى وفي مؤتمرات كتير، شايفة المؤتمر مليان من كل أطياف وفئات المجتمع. أنا سعيدة أن أنا دايما بكون بحضر أي مؤتمر، وسعيدة بالتكريم النهاردة، وأي حاجة بتقول تحيا مصر وأي حاجة للأمام ضد الإرهاب ضد العنف أنا حابة أن أنا أكون موجودة. يعني عايزة أقولك أن دور الإعلام أو الفنان مهم جدا في الفترة دي، لأنه في إعلام كتير مضلل، وللأسف إحنا عندنا شباب كتير قوي يعني اتملت عقولهم بكلام وبحاجات وبأفكار. إحنا ضد العنف، الإرهاب لدينا له، إحنا بنرفض كل ده وبنشجب ده تماما كإعلاميين كفنانين، ده مهم جدا. عملت مسرحية قبل كده اسمها ورد الجناين، وفيلم واحدة 25 للرصد، وزي ما بتقولي سجل يا تاريخ، يعني أنت تقدري تقولي ما لنا وما علينا. دور الإعلام أو الرسالة اللي بيقدمها مهمة جدا، إن أنت تقولي إيه الصح، مش عايزين بلبلة للناس في الوقت الحاضر. دور الإعلام مهم جدا، زي ما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لنا أنا محتاج الإعلام في الفترة الجاية. أنا شايفة إن كل الخطى اللي إحنا ماشيين عليها ثابتة، والناس واضح ليها في الشارع الأمان
الازدهار في الاقتصاد وفي الصناعه وفي البورصه وفي تقدم في كل حاجه الحمد لله. وانا شايفه ان شاء الله حتى اهتم حتى محدود الدخل وبالمعاشات وبالمدرسين كل حاجه فيها تقدم فيها ازدهار وفيها تنميه. وان شاء الله ان شاء الله يعني هنستحمل يا مصر وهنكبر بيكي وهتفضل مصر دايما اعظم اعظم واعظم وام الدنيا. مشاركتي انا ليها علاقه بمشاركتي كمواطن عادي، بعرف انام بالليل في سريري وانا مطمن ان في عسكري على الحدود قاعد بيحميني، ان في عسكري واقف على اول شارع معرض نفسه للموت علشان واجب مقدس هو حاسس بيه. مشاركتي النهارده ليها علاقه بان بمنتهى البساطه في الاف من الشباب البسطاء واللي كل يوم بيستشهد جزء منهم او بعض منهم يعني على ارض مصر سواء في سيناء او في القاهره او في اي حته تانية، مش قادرين يوصلوا صوتهم للناس ولا قادرين يعملوا دعايه لنفسهم. احنا بنقول لهم انتوا مش محتاجين دعايه، احنا بنقول لهم احنا بخير بسببكم، بنقول لهم احنا قادرين ننام ونروح شغلنا ونسوق عربياتنا ونهزر ونضحك ونعمل تحدي التلج وانتوا واقفين بتتحدوا النار وبتتحدوا الصحراء وبتتحدوا الجوع وبتتحدوا العطش فبقول لهم صوتكم واصل واحساسكم واصل ودوركم واصل ومفيش حاجه في الدنيا ممكن تغطي على الدم اللي انتوا بتبذلوه عشان خاطر مصر. الدور مش على الفنان بس، الدور على اي مصري، اي حد عايش على ارض البلد دي كبير او صغير ايا كان لازم يساعد ان هو يقف ضد العنف والارهاب، لان دي ظاهره انا بقول انها هتاخد وقتها وهتروح. مصر عمرها ما ضعفت ولا عمرها ركعت لحد، مصر طول عمرها هتفضل، احنا بنروح لكن مصر هي هتفضل موجوده. فمفيش حاجه اسمها يعني شويه ناس سوري يعني ما همش اي 30 لازمه، هم اللي هيخافوا 90 مليون، مش عشان 200 300 الف 90 مليون هيخافوا ولا الهوا ولا النبي لما تعملوا ايه؟ مفيش، مصر هتفضل موجوده. انا كنت احد معتصمي وزاره الثقافه وبشرف ان انا كنت احد معتصمي وزاره الثقافه، ومن وزاره الثقافه عملت اغنيه تمرد مواكبه لحمله التمرد في 30 يونيو، ومن ثم بقى بدانا نعمل اغاني دعم الجيش والشرطه واغنيه التفويض. انا غنيت اغنيه التفويض يوم 27 في التحرير، وبعد كده قدمت اوبريت من اهم الاعمال اللي في حياتي كان اسمه الا مصر، ده كان من ألحاني ومن كلمات وليد مصطفى، ويعني شاركني الغناء فيه النجم الكبير الأستاذ محمد الحلو في عرض مباشر لايف أمام السيد الرئيس، ويعني شرفنا بتكريم كبير من سيادته وحصلنا على درع السيد الرئيس، وكان عن مجمل أعمالي الوطنية، ويعني كانت لحظة فارقة في حياتي، ومن وقتها بقى وإحنا سيسي بصراحة، من وقتها وإحنا سيسي. أنا شايفة أن المؤتمر إن شاء الله هينجح، والشباب فعلا لهم دور في موضوع ضد العنف. الشباب هي اللي عملت الثورة، والشباب هي اللي غيرت البلد، الشباب هي اللي عملت كل حاجة، بس ناقص بس على الشباب ان هم يفهموا دور الجيش المصري، لان لسه في ناس مش فاهمه دور الجيش المصري، ولسه في شباب بيتغسل دماغها. فانا مبسوطه ان انا النهارده مع الجزئيه المختصه بحب مصر والجزئيه المختصه بحب الخير. انا كنت مذيعه حمله كمل جميلك للزعيم والمشير والرئيس عبد الفتاح السيسي، وانا من اول مؤيديه طبعا، واتمنى ان البلد تتقدم على ايديه وعلى ايد الشباب بالمساعده طبعا. وعايزه اقول ان مصر مش هتتقدم لوحدها، مفيش حاجه بتتغير كده من يوم وليله، والا كان ربنا خلق الدنيا في ساعه، الدنيا اتخلقت 6 ايام، وده ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا بني ادمين، علشان نقدر نغير حاجه هناخد وقت، ولازم الوقت ده نستثمره في حاجة تكون خير. لكن الاستثمار في الكتائب اللي بنسمع عنها دلوقتي والعنف اللي بيبقى في الشوارع ده عيب، عيب وحرام. القرآن ما قالش كده، احنا مسلمين في الأول وفي الآخر. عيب موجود كده كده، بالعكس أنا شايف إن الائتلاف النهاردة والإعلان عن المؤتمر النهاردة هو منفذ بنطلع فيه الطاقة بتاعتنا، إن احنا عايزين نشارك، عايزين نشتغل، عايزين نوع الناس زي ما بتقولي، عايزين نتكلم نطرح أفكار. فهو بالعكس أنا شايفه إنه مش عيب علينا، ده دورنا، وده المفروض إن ده اللي نعمله من فترة كبيرة جدا بس ما كناش قادرين. ياريت الائتلاف ده يبقى حاجة تقلد، ناس كتير قوي تعمل ائتلافات وتعمل جبهات
وتبدأ تشتغل وتبدأ توعي ولو على مستوى صغير أو كبير. النهاردة احنا وفقنا ان في حضور إعلامي كده زيكم منورنا، ممكن ناس تانية يبقاش عندها حضور إعلامي، المهم ينفذوا، المهم الناس تشتغل. وانا شايف ان النهاردة دي بداية موفقة جدا يعني، وان شاء الله يبقى دينا دور يعني فعال. هنروح دلوقتي للفنانة الجميلة حنان شوقي، واللي اختفت من فترة لكنها عادت من جديد مكرمة من خلال مهرجان أفاق مسرحية في دورته الأخيرة، واللي رأسها الفنان محمد صبحي. وقدمت الفنانة حنان شوقي عدد من المسرحيات الناجحة، منها دستور يا سيادنا والعسكري الأخضر وغيرها من الأعمال المسرحية الجميلة. من ناحية تانية شايفة الفنانة حنان شوقي إن المسرح في مرحلة الإنعاش وإنه محتاج بالفعل لدفعة قوية لعودته من جديد بقوته. وكمان بتشارك الفنانة حنان شوقي حاليا في تقديم مسلسل إذاعي، تفاصيل أكتر هنعرفها من الفنانة الجميلة في لقائنا اللي جاي مع حنان شوقي. لا لسه في الإنعاش، لسه مسرح بدون دعاية، مسرح ما يتعملوش دعاية ما بيبقى فيش مسرح، لأن مسرح بدون جمهور ما فيش، ما ينفعش. مهرجانات هواة في جميع المحافظات دي حاجة حلوة، خلاف لما أنا بقدم مسرح، قدم مسرح لازم يبقى فيه دعاية. دلوقتي ما بقاش فيه فلوس في الهيئة، ما بقاش فيه منتجين قطاع خاص، لأن بسبب الدعاية غالية جدا على جميع القنوات. كان زمان ما فيش الا القناة الأولى والقناة الثانية وبتقدمي الدعاية بتاعتك، دلوقتي في عدة شاشات فلازم تقدمي عليها دعايتك في المسرح، فبقت الدعاية شوفي الثانية بكام ولا الدقيقة بكام، فده غلط. لازم يكتتبوا كلهم كل القنوات عشان ننهض بالمسرح، لأن المسرح بتعرفي نهضة البلد من مسرحها من فنها. ما فيش شك ان السينما المصرية في الفترة الأخيرة بدأت تسترد جزء من نشاطها، صحيح ان معدل الانتاج ضعيف لكن على مستوى الموضوع والمحتوى أصبح في اختلاف كبير جدا ما نقدرش ننكره. من أيام نشرت جريدة اليوم السابع تقرير الحقيقة مهم منشور تحت عنوان أوضتين وصالة وبتوقيت القاهرة وسكر مر، أفلام قوية تنعش سوق السينما. الحقيقة بيكشف التقرير أن صناع السينما الجادة قرروا بالفعل العودة والوقوف ضد سينما المهرجانات والمقاولات اللي كانت خطر على الذوق العام بشكل واضح جدا. من الأفلام اللي هنشوفها قريب فيلم أوضتين وصالة تأليف الروائي الكبير إبراهيم أصلان من إنتاج محمد حفظي، وفيلم كمان سكر مر بطولة هيثم أحمد زكي وأيتن عامر، وفيلم من ظهر راجل بطولة آسر ياسين وخالد صالح. وبيرجع الحقيقة الفنان الكبير نور الشريف بعد غياب للسينما بفيلم بتوقيت القاهرة، وبيأكد النقاد أن عودة الكبار وظهور أفكار جديدة كلها عوامل إيجابية جدا هتشجع على انتعاش إيرادات السينما. هنروح دلوقتي لأهم التصريحات الصحفية اللي معانا. محمد صبحي أحضر لعمل بثلاث لغات لعرضه في افتتاح مهرجان قناة السويس الجديد. محمد فوزي تعاقدت مع الفنان كريم عبد العزيز لتنفيذ مسلسل تلفزيوني. ياسمين جيلاني البطولة النسائية في مصر لم تأخذ حقها إلا في آخر عامين. اسمحوا لي نروح لفاصل ونرجع لكم مرة تانية علشان نكمل باقي فقرات حلقتنا النهاردة، استنونا. إذا
قدر المخرج المتميز محمد هلال انه يعيد الفنان محمد محيي لعالم الغناء من جديد، والحقيقه اعاده بشكل مختلف من خلال اخراجه لكليبه الجديد القوافي، والكليب عباره عن عمل ديني، والاغنيه من كلمات الشيخ خالد مصطفى والحان منير الجزائري وتوزيع فادي بدر. اكد لنا المخرج محمد هلال انه قدم الفنان محمد محيي بشكل جديد ومختلف تماما، وكمان استخدم تقنيات جديده وجرافيك لاول مره بيقدم في كليب ديني. تعالوا مع بعض نلتقي بالمخرج محمد هلال ونشوف ايه الشكل الجديد اللي ظهر بيه الفنان محمد محيي. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بعد غياب 6 سنوات عاد المطرب محمد محيي لجمهوره من خلال الكليب الديني القوافي، والكليب عبارة عن مدح في رسولنا الكريم. الكليب من إخراج محمد هلال. المفروض إن هو كلمات مادح معروف جدا الشيخ خالد المصطفى، هي كانت تجربة جديدة حبينا إن احنا نقوم بيها تكون مختلفة، شكل تصوفي حديث للأغنية الصوفية. فكرنا ان احنا نعملها بشكل مختلف وصورة مختلفة تخاطب بيها الدول مختلفة، مش بنخاطب بيها دولة معينة بعينها. فكرنا في شكل التنورات هتبقى عاملة ازاي لو خليناها انها تخاطب دول تانية غير مصر. فكرنا في شكل اللوكيشن يكون مختلف. الريتم عشان حديث فده كان مخلينا محتارين نطلع الاتموسفير او الجو العام بتاع الكليب يبقى شكله عامل ازاي، يكون مختلف عن الاغاني الدينية اللي اكيد الجمهور شافها كلها بتتصور في اماكن اماكن مساجد واماكن اسلاميه. فاحنا نخرج بره الموضوع بشكل مختلف شويه، ونقدر ان احنا نشوف اماكن فيها معابد، فيها اماكن اثريه بشكل مختلف جوه الصحراء وجوه الجبل نفسه. لو حتى كملنا القوافي وكل شاعر قال ووافي، قلنا الظاهر والخوافي وبرضه زيك والله ما في. يا حبيب واجمل عايز اوصل ان هو باحث في رحاب الرسول وبيدور في الاماكن ديت. حتى احنا مطلعين الغنوة بشكل ان هو بيدور ماشي بيبحث وبيتفرج على المعابد وبيتفرج على الاثريات اللي موجودة، وبيجيب التلسكوب بيبتدي ان هو بينظر للسماء، فبتبتدي تديله افكت في السماء ان في حاجة هتحصل لحد ما بيظهر له الشكل اللي انت شفته في منطقة الليل في الغنوة. محمد كان حابب ان الغنوة ديت تبقى خارج الالبوم بتاعه، كان عايز يعمل حاجة ردا على الحملة اللي كانت خاصة برسول عليه الصلاة والسلام، وحاولنا ان احنا نقدمها بشكل مختلف لان محمد كان مختلف. حتى الغنوة نفسها الريتم بتاعها او المزيكا بتاعتها مختلفة عن الاغاني الاسلامية اللي احنا اعتدنا عليها. دنيا واخرة علينا كافي، مشاعرك بالنادافي تتنادي الحنين والقافي. انت زي المية الصافي والشموس الدنيا طافي، تمشي لابس مرة حافي بلمستك لعن النشافي. لو حتى كملنا القوافي وكل شاعر قال ووافي، قلنا الظاهر والخوافي وبرضه زيك والله ما في. التصوير تم على طريق العين السخنة، ودي كانت منطقة صعب جدا التصوير فيها لانها منطقة عسكرية، وطبعا القوات المسلحة بصراحة قامت معانا بواجب كبير جدا جدا ووقفوا معانا ما سابوناش على مدار اليومين.
اخذ يومين على طريق العين السخنه وكان بمساندة القوات المسلحة والجيش كانت معانا. الغنوة استخدم فيها تقنيات السينما الحديثة اللي هو اقدر اطلع بيها صورة نخاطب بيها المجتمعات اللي بره ما نبقاش اقل منهم. أجمل هدية ويا رسولنا ويا نبي أكرم الأيدي النادية وصاحب الكلمة العالية بيك حبيت كل جدودك خدت تأشيرة لحدودك عرفت أفضلك مدودك خفت هجرانك صدودك بيك صلاتنا وبك صمنا بيك زكاتنا وبك قمنا ترى الحرمين حمنا وكلمة التوحيد رمنا صلي ربي على المهنة لحبيبنا ملا المحنة وارفع امراضنا وهنا وسدد اقساطنا ورهنا. لا دي سنجل بره الالبوم. بره الالبوم هو انتهى من الالبوم خلاص والالبوم ده حاجه تانية خالص هيرجع بالجمهور بعد غياب اكتر من 8 سنين. الاغنيه دي احنا نزلناها في الوقت ده بالذات علشان نرد بيها على الحمله الموسيقى للرسول اللي كانت نازله. محمد دايما سبق ان هو بيعمل كل شيء جديد وانا عشان كده فكرت له ان الصوره تبقى جديده ومختلفه ما اتعملتش قبل كده. يمكن خدنا فيها وقت طويل هو كان المفروض ان احنا ننزل بيها من اكتر من شهر بس مراحل الجرافيكس والمونتاج والمؤثرات البصرية الخاصة بالغنوة خدت مننا وقت كبير جدا. يمكن الاغنية دخلت في حوالي الوقت شهرين في تنفيذها. وصل دلوقتي لاخر فقره في البرنامج واهم تعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. واول تعليق معانا النهارده للفنانه سماح انور. سماح نشر صوره لميدان التحرير بعد ما تم ازاله الباعة الجائلين ومعلقه الحقيقه وبتقول الله عليكي يا مصر. المخرج محمد حمدي سعيد بقرار الوزير بشان الغاء لجنه الرقابه ولا حكره على الابداع. الفنان محمد رجب انا في اجازه مؤقته وساعود للقاهره قريبا لتحضير فيلم جديد بعنوان مصور فوتوغرافي. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهارده. استنوني كل يوم في نفس الميعاد وما تنسوش ابعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالالوان اندرسكور الطبيعيه ادريمز وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديه دريم تي في. اشوفكم بكره بالوان الطبيعيه.